كابتن محمد، يعني بنتكلم معاك في البداية، عايز أعرف منك كواليس الفترة الماضية بالنسبة لكم كلاعبي أندية القسم الثاني. مبدئيا ازي حضرتك كابتن شريف؟ والله الموضوع كله ان هو جه مرض كورونا دوت اثر طبعا على كل اللعيبه، بالذات في الدرجه الثالثه. احنا كلعيبه في اسماعيليه هنا العقود اللعيبه مش عاليه، مش اللي هي برضو تساعد اللي انت لعيب بتقدر تفتح بيت وتعيش يعني حياه عاديه يعني. فكده كده بيبقى كل لعيب بيشوف شغلانه تانية جنب النادي. معظمنا شغال شغل حر، مش شغالين في حتت مرتب ثابت والكلام ده، لا احنا كلنا عشان خاطر الكوره فانت غصب عنك شغال شغل حر يعني، تمام. فطبعا الموضوع ده اثر علينا في شغلنا العادي اللي هو الحر، واثر علينا في النادي طبعا، لان كنا بناخد مرتبات من الانديه، مفيش اي مرتبات بتجينا حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده يعني. طبعا اما الموضوع بتاعنا، فانا بعد ما قعدت من النادي وحصل موضوع كورونا دوت، انا كنت حاسس بوجع في الركبه عندي. بعد ما قعدت رحت كشفت وعملت اشعه، اتضحت ان انا كان اصلا عندي قطع في الغضروف الخارجي بقاله 4 شهور بس. فلما جيت سالت عشان اعمل العمليه، لقيت العمليه تكلف مبلغ كبير يعني، ما يقرب من 10,000 يعني. بالنسبه لي انا مش قاعده بس، لا يعني انت الكوره لو رجعت انا كمان مش هعرف ارجع في الوقت اللي احنا فيه ده، لان موضوع الاصابه دوت مؤثر عليا جدا يعني، تمام. ومؤثر برضه عليا في حته كمان الشغل، اللي انا اصلا ممنوع من الحركه الجامده لان القطع عندي كبير، فلا قدر الله ممكن الموضوع يتطور باي حركه غلط يعني. بس فده انا بالنسبه لي انا كلاعب من انديه اسماعيليه الدرجه الثالثه، الموضوع ده اثر عليا جامد بشكل اقوى يعني. انا حاليا محتاج ان انا اعمل العمليه دي لان انا طبعا لما ان شاء الله باذن الله ربنا يرفع البلاء دوت والكره ترجع تاني، طبعا انا مش عايز اخد وقت بقى ان انا ارجع اعمل العمليه. بعيدا عن الكره، انت عايز تتحرك الفتره الجايه بشكل طبيعي ككوره شغل؟ ايوه، ابسط حاجه ان لو قدر الله لو الموضوع ده طول انا حتى اعرف انا يبقى موضوع الشغل بتاعي شغال يعني.